عبر مسارات جبلية وسياحية تتخللها محطات تأملية من مناطق تجمع بين روعة المكان وجمالية المشهد، يصل هذا الفريق من الشباب إلى نقطة التخييم بولاية عين تيمشنت. أنا جامي جيت لهذه البلاصة، اليوم جيت مع الجماعة، جينا مع سيركوي شباب، عينا بصح ما حسيناش بالعيا. كما راكم تشوفوا زعما عندنا بلايص شابين بزاف هنايا في الجزائر، قادر يكونوا صعاب باش توصلهم، بصح ان شاء الله كي توصلهم فري تعجبك وتكون اكسبيريون شابه. يهدف هؤلاء الشباب من خلال رحلاتهم الى استكشاف واستطلاع اهم الاماكن التي تزخر بها الولايه، من معالم تجعل منها قبله محليه وعالميه للسياح بامتياز، مع ابراز المسارات السياحيه التي تمكن من التعريف والترويج للسياحة. بون كيما على بالكم اليوم رانا متواجدين في شاطئ كاب فيغانو او كما يسمى بالمرسى 2 تابع لبلديه بوزجار. كما راك تشوفوا اليوم انا ماغري موسم اصيافي مازال ما دخلش، بصح رانا بدينا نخدموا. الفائده من هذه الرحلات هو استكشاف المناطق المعزوله. حنا كجمعيه ننظموا رحلات روندوني، منها سبور، منها نشاطات ثقافيه رياضيه، ونتعرفوا على بعضنا بعض. والهدف تاعنا من هذه الخرجه هو اكتشاف الشواطئ في المناطق السياحية للولاية عين تيمشنت، حيث أن كثير من الناس يجهلون هذه الشواطئ. الخدمة تاعنا أن نأمنوا الفريق ولا الناس اللي يخرجوا معنا، وطبعا خدمتنا نعرفوا بالأماكن السياحية في ولاية عين تيمشنت أو خارج ولاية عين تيمشنت. مرحبا بكم معنا. الرحلات هذه تتخللها نشاطات تضفي جوا من الترفيه في خطوة لإبراز سياحة المغارات وتنشيط المواقع التي تزخر بها ولاية عين تيمشنت.